لا وطن له غير الفضاء وخيمة تطوى بلا تعب إذا أزف الرحيل. طوفت في مدن النحاس، قطفت من روض الثبور الوردة والقبلات، لكن في الحقيقة لم يكن إلا رمادا. قاسمتني غادة روسية مأوايا فوق المصطبات. عشنا ليلة حمراء في نزل يطل على مضيق الدردنيل. حاولت أرجع للسماوة غير أن المارق الشيطان أغواني. تنفيذا لبرنامج جامعة المثنى بالانفتاح على المجتمع والنشاط الثقافي في محافظة المثنى، وتطبيقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة المثنى وبين البيت الثقافي في السماء والتابع لوزارة الثقافة، تستضيف اليوم جامعة المثنى في رحاب كلية التربية للعلوم الإنسانية الشاعر العراقي الكبير يحيى السماوي. طبعا تأتي هذه الاستضافة اعترافا من الجامعة بأهمية هذا الشاعر ليس على مستوى العراق إنما على مستوى الشعر العربي عموما، وتعتبر هذه الفعالية باكورة لنشاط ثقافي يعقده جامعة المثنى ممثلة بقسم الإعلام والعلاقات العامة في جامعة المثنى بالتعاون مع البيت الثقافي. إن شاء الله بالمستقبل هناك أنشطة سوف تعقد في هذا المجال، نطمح من خلال هذه الأنشطة تفعيل الحراك الثقافي في محافظة المثنى. من التكريم الذي عهدت جامعة المثنى وكلية التربية بصورة خاصة على الاحتفاء بالمنجزات العلمية والفكرية والثقافية والأدبية في المحافظة. الشاعر السماوي هو من الشعراء المبرزين في العراق والوطن العربي بصورة عامة في هذا الوقت. جاء هذا التكريم لنلقي الضوء والصورة الواضحة لكي يعرف طلبتنا الأعزاء هذا الشاعر الكبير. هو من الشعراء الذين نال شعرهم اهتماما كبيرا من المؤسسات والجامعات العراقية والعربية والدولية، لما يتميز شعره من مميزات لم يعهد لها في الشعراء في العصر الحديث. ضمن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة المثنى على تسليط الضوء على هذه المنجزات العلمية والفكرية في المحافظة. يعد شارح السماوي من أهم شعراء العربية الحاليين المعاصرين الذي أنتجته يعني التجربة الشعرية العراقية. لهذا الشاعر أثار أدبية عظيمة كثيرة وصلت إلى العالم، وصلت إلى العالمية عن طريق الترجمات، درست في أكثر من جامعات بالعالم، يعني أيضا لا سيما باللغة الفارسية، هنالك اللغة الإيطالية، هنالك اللغة الإسبانية. تحدث هذا الرجل في تجربته الشعرية عن المرأة، عن الوطن، عن الحرمان. تجربة الشارح السماوي يجب أن تدرس من جانبين، الجانب الأدبي والجانب الإنساني. الإنسان الذي يرتبط بالسياسي إذ كان له مواقف سياسية يعني مهمة عارضت ويعني ناهضت النظام المباد، كان محكوما بالإعدام، ترك ما يربو على 30 ديوان شعر حملت مضامين إنسانية عميقة، تحدثت عن المرأة، تحدثت عن الوطن، تحدثت عن الغربة، عن الحنين، وهكذا المفاهيم الحياة الأخرى التي ترجمها هذا الشاعر بأسلوب فخم، بأسلوب حافظ على هيبة القصيدة العربية. غير السومري الزاهد المهتون بامرأة ومشحوق يطلب الفورة.